بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة هاي تعرف عمرها تقريبا أكثر من 53 سنة تقام في فرنسا. فريق أبوظبي أول مرة يشارك في هاي البطولة في 24 ساعة. إن شاء الله الشباب قادرين عليها. هي المحافظة واللياقة البدنية تكون عالية أنها تخلص في هاي البطولة بشكل بالنتيجة الطيبة، ومو تقريبا يعني المقصد أن تخلص بسرعة أنك تكون الأول. كيف تكون محافظ للزورق، كيف التغيير، لأن في قوانين أول مرة تمر علينا، متى خروج المتسابق، تبديل المتسابق، لأن 24 ساعة في 4 متسابقين في كل زورق. الله يعينهم والله يعيننا، لأن ما نمسك تقريبا نبدأ من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 1 في اليوم الثاني. وهذه تكون البطولة إن شاء الله أن عائد على المتسابقين الجدد، راشد القمزي ومحمد المحيربي، وبالإضافة إلى راشد الطائر ومايد المنصور دخلوا علينا بعد من كلاس 1 وإكس كات، ومع خبر الثاني القمزي وأليكس، واثنين بعد طليان معانا في الفريق. فإن شاء الله نقومون بالدور المطلوب وناخذ البطولة. تعرف جايين احنا من درجة تقريبا أبوظبي 39 درجة مئوية، بالإضافة هني على وصولنا على 7 و6، يعني بالليل تقريبا 1. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تأتي مشاركتنا في هذه البطولة لعدة أسباب. السبب الأول رغبتنا للتواجد من خلال السباق وأبراز فريق أبوظبي ممثل دولة الإمارات من خلال هذه المشاركة، وأيضا رغبة لتلبية دعوة دولة فرنسا للمشاركة ووجود فريق يمثل دولة الإمارات من خلال هذه البطولة. وأيضا هذه البطولة تعد مختلفة تقريبا نوعا ما عن باقي البطولات، حيث أنها بطولة تعد تقريبا مشاركة 24 ساعة، تعني كثير لنا والمتسابقين، لأن هنا استراتيجية نوعا ما تختلف عن القوة، يدخل فيها التحمل، القدرة، التركيز، التفكير، التخطيط، التخطيط لإنجاز المركز الأول، وليس التركيز على القوة مثل ما تعودنا دائما المسابقات الماضية. فهني أتوقع أن عدة عناصر إيجابية بتكون للفريق وللمتسابقين من خلال هذه الجولة إن شاء الله. بالذكر وما يميز هذه البطولة أيضا وجود 35 زورق مشارك في نفس التوقيت يمثله 105 متسابقين. لذلك مثل ما أقول لك هذه البطولة نوعا ما متميزة عن باقي البطولات، وأتوقع أنه بيكون أفضل مكان يكتسب فيه المتسابقين الخبرة، حيث أنه أيضا نحن نشارك بزورقين، زورق للمنافسة وزورق للاحتكاك واكتساب الخبرة للمتسابقين الصاعدين. فهذا أكبر إنجاز أتوقع، وأفضل بطولة أن يحتكون فيها المتسابقين ويحققون تقويتات جيدة بالنسبة حق المتسابقين الأساسيين والخبرة للمتسابقين الجداد. Et l'évacuation du parc Aïssa. بدأت الأحداث ابتداء من اليوم. اليوم تجارب، جميع المتسابقين يعملون تجربة على الكورس السباق، الاحتكاك والتأقلم على الأجواء في هذه
البطولة، وثم تبدأ البطولة من يوم الغد تقريبا 12 ساعة من صباحا حتى وحدة بالليل، وأيضا تكمله اليوم الغد من الساعة 8 صباحا حتى تقريبا 5 يمكن ينتهي السباق، ليكمل المتسابقين تقريبا 24 ساعة من خلال هذه البطولة. فهي تجربة جديدة للمتسابقين لفريق أبو ظبي، لكن إن شاء الله يثبتون وجودهم شباب، واتوقع انه مؤهلين، والحمد لله هنا كل المتسابقين وحتى اللجنه المنظمه مسلطه الضوء على مشاركه فريق ابو ظبي ومقدره هذه المشاركه، والحمد لله صدى ايجابي من خلال تواجدنا في هذه البطوله. الفحصني عندهم كان شوي مشددين من ناحيه القوانين السيفتي، يعني هذا الشيء انا شفته صراحه انه يكون وايد دقيق، وهذا الشيء احسن للمتسابقين، لان في متسابقين عندك جداد هنا جايين، وفي كان عندنا بعد الفحص اللي هو انك تكون داخل الزورق ويسكرون عليك الزورق، فيشوفون سرعه خروجك من الزورق كم ثانيه تكون خارج الزورق. فالحمد لله تمكننا من الاشياء هذه كلها، اللهم لك الحمد ان كنا على بوزيشن معين الحمد لله، وطلعنا من الزورق ما في اي شيء، والحكام يعني ايدوا ان هاي من احكام القانون اللي تكون موجوده عندنا في السباق اللي جاي. في جيل جديد عندك يتعلمون الاغلاط، يتعلمون الخبرات من الجولات هذه، لانه بيكون مشاركه تقريبا 24 ساعه، بيكون كل متسابق يسابق ساعتين ساعتين، فما فيها رست. يعني احنا انا اقول لك يمكن السباق هذا اول مره يمر علي في من سابقت الفورمولا 1، اول مره احضر السباق هذا اللي هو 24 اورز، بيكون المسافه ابعد عن الفورمولا 1، الساعات اكثر، يعني بتكون دارس الزورق نفس ما انك انت تسوق الزورق وتدرسها في نفس الوقت، شو الاخطاء اللي عندك، شو الاغلاط، وين اضطرات غلطت فيها، وين فعندك البال طويل، يعني ساعتين ما عندك مشكله فيهن. Les 24 heures ici sont importants parce que c'est l'endroit le plus dangereux. Le comité d'organisation m'a donné ce poste parce qu'en fin de compte, j'ai des gens qui sont capables et qui connaissent bien le feu, donc les incendies, la protection. Et c'est un endroit où on ne doit pas avoir de matériel électrique, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est briquet et tout, parce que l'endroit ici est confiné incendie. Aller à Abu Dhabi, it's come from the go to Abu Dhabi from the 24 hours. No problem, we go. No problem, it's okay because I like and the 24 hours and the very special. C'est une course qui représente énormément de fatigue pour les pilotes, de tension, mais quelque chose qui est unique en son genre. Courir 24 heures, ça représente énormément. Donc à Rouen, les 24 heures de Rouen, c'est 53 ans d'expérience. C'est quelque chose d'unique au monde pour le moment. Et donc reporter les 24 heures à Abu Dhabi, ça serait quelque chose de fantastique parce que ça permettrait aux championnats du monde d'endurance de pouvoir augmenter la compétitivité et d'amener beaucoup plus de personnes à la course motonautique. الحمد لله الأمس كنا عملنا تجارب على الزورق 20 دقيقة، لازم تسوي 20 دقيقة عشان أساس إنك تتأهل حق اليوم. الحمد لله جاوزنا المرحلة هذه، واليوم الحمد لله في الانطلاقة انطلاقة جيدة، بس السباق هو يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى ساعة بال، لأن السباق طويل 24 ساعة على يومين. والحمد لله حاليا جماعة في الكورس يخلصون، كل واحد يخلص وقته على اساس انه
المتسابقين الثاني يجهز، المتسابق الثاني يجهز نفسه ويدخل بداله. اهم شيء العمل الجماعي في هذا السباق، مش مهم التايمينج، مش مهم انك تنافس الثاني في الكورس وتضغط معاه، ما يحتاج لان السباق طويل. اهم شيء انك تكمل سباق ويكون الفريق متعاون. Alors, but number 36 is bought for the four driver cannot have a big experience in this event. And in the second group, have Mohamed have one accident, and the boat stay outside of the water for a long time. But fortunately, the mechanic is working very good, and the boat coming inside in the water. For in any case, take experience for all another. Yesterday night, 1.5 hours before the stop, the boat had one bad accident, and fortunately, the driver not have any problem because the safety of this boat is very good. But the problem for the accident, it's one technical problem. Because the shaft of the gear case, case new before the race, is broken, and the propeller is go out, and without propeller the boat not have any control, and the boat flip. Repeat. Fortunately, the boat have the very safety, one very good high level to the safety, and the driver apart of the water, case in the night. Is near to 0 degrees. It's very cold. Not have any serious problem. The boat number 35, yes, have one perfect job. Unfortunately, have take one big vantage, not because it's pushed very hard, but because another team have a lot of problem. But in the 11 o'clock, also the engine with the 35 have one technical problem. The mechanic is worked very hard, fix the boat in the water 30 seconds before the crane close, 30 seconds, and it's possible to take open the possibility to win the race. Justement pour le scratch, mais pour cette catégorie. Et j'appelle, et vous allez nous applaudir, le bateau numéro 35, Team Abu Dhabi pour la première. Bravo, الحمد لله. الله وفقنا اليوم في سباق ال 24 ساعة وخذنا المركز الأول مع الشباب، أربع متسابقين، إنجاز للدولة طيب، والحمد لله أن وقفنا الأول على المنصة، وهذا إنجاز وايد طيب. وهارد لك للفريق اللي كان معانا اللي هو راشد قمزي ومحمد المحيربي، إن شاء الله يعوضون السباق الجاي إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. والله السباق وايد طويل، يعني بدينا من الساعة 10 الصبح لين ثاني يوم الساعة 5 العصر، يعني 24 ساعة تقريبا، سواق ليل ونهار. فتعلمنا أشياء وايد، حتى السواقة في الليل تعلمنا أشياء وايد، أنك كيف تحاسب، كيف تطلع من الخروج الزوارق،
فهذا يعلمنا اشياء وايد الحمد لله.